شذروغن السنة فنان قدير وله وزنه في فترة ما من الزمن. الفترة هذه كانت نقدر نقول من منتصف أو بعد منتصف السبعينات، بعد 77 تقريبا إلى نهاية الثمانينات، اللي هي العمر القصير اللي نقول عليها لأي بطل سينمائي 10 سنين أو 11 سنة. هذه هي فترة نبض الفنان شذروغن السنة في السينما. كونه هو دخل في السياسة، خرب على نفسه في المجال الفني، ترك الفن لفترة طويلة ورجع للفن في وقت ما كانوا محتاجين له. فهذا هذا يعني تاريخ أليم صراحة حق هذا الفنان، لأن هذا الفنان يمتلك بحة جميلة في صوته، طريق حواراته حلوة وأسلوبه في إلقاء الحوارات جميل جدا. شذروغن السنة عنده كانت مشكلة واحدة، ألا وهي قصة الغرام والحب اللي كان هو ماشي مع رينا راي فيها، كانوا يحبون بعض. أنا ما أحب أتكلم طبعا عن الحب، لكن أنا راح أقول لك في حالات مثل هذه إذا واحد يسوي غراميات ولا شيء شو راح يحصل. شذروغن السنة واحد من الناس اللي خسر الكثير بسبة محبته للفنانة رينا روي، بحيث انه كان يصور فيلم ما كان يتأخر في تصوير الفيلم، كان ما يحضر من وقت، وكان يأجل التصوير كذا مرة، واذا كان الفيلم يمثله مع رينا روي تصير مشكلة اكثر واكثر، لدرجة انه في مخرجين كبار امثال سوباش غاي اللي بدأ مسيرته سوباش غاي مع شذروغن السنة في فيلم كالي تشيرن، واي نعم كالي تشيرن فيلم ناجح صراحة. هذا الفيلم تعب فيه وايد سوباش غاي، قال انا راح اتحمل شذروغن السنة عشان شذروغن السنة يعتبر نجم وانا توني جديد في الساحة الفنية فبتحمل. فهو تحمله والفيلم نجح. من عقب ما نجح الفيلم نسى شذروغن السنة واتجه الى ممثلين اخرين سوباش غاي. لو سوباش غاي استمر مع شذروغن السنة كان شذروغن السنة وين راح يوصل؟ وشذروغن السنة لو كان زين مع سوباش غاي وكان يحضر من وقت كان وين راح يوصل؟ حتى لدرجة ان أميتاب باتشن اللي هو الأسطورة صديق شذروغن السنة كذا مرة تكلم عن شذروغن السنة، قال شذروغن السنة هو الممثل الوحيد اللي كان يتعبني أثناء التصوير معاه. ليش؟ انه كان ما يحضر في التصوير من وقت وكان يتعبني وايد أثناء التصوير، وكنت لدرجة انه هو صديقي نعم، بس كنت أفضل إني أنا ما أمثل معه. إذا كان في فيلم أحاول أقول حق المخرج غيروا لي يجيبوا لي واحد ثاني بدل شذروغن السنة. وصارت معاه في نسيب، صارت معاه في فيلم كالاباتر. كالاباتر كان اشتراك جميل ما بين شذروغن السنة وأميتاب باتشن، لدرجة إنه كان شذروغن السنة راح يأكل الجو، لكن أميتاب باتشن بطريقة ما قدر يقنع المخرج شوبرا. وأيضا كانت في حركة في الفيلم معروف هاي القصة، يمكن أكثر ناس تعرفها، في لقطة في الفيلم يضاربون أميتاب باتشن وشذروغن السنة مع بعض في اللقطة. هذه اللقطة أميتاب باتشن ضرب شذروغن السنة من خاطرة، ضربها من خاطرة لسبب واحد، ألا وهو أنه كان متضايق من شذروغن السنة، متضايق أن شذروغن السنة قاعد يمثل في الفيلم وقاعد يعني يحصل انتباه اكثر. فيا تغيره نوعا ما، لانهم اصدقاء مع بعض عايشين في غرفه واحده ويطلعون مع بعض يمشون مع بعض ياكلون مع بعض، اخر شيء افترقوا وصارت بينهم مشاكل طبعا. فهذه الامور يعني شذروغن السنة يعني حصلت له كثير، وعلاقته جميله جدا مع الاسطوره ونجم نجوم السينما الهنديه درمندر، مثل معاه يمكن 15 فيلم شذروغن السنة، واكثر الافلام كانت افلام جيده. في 87 عنده فيلمين حلوين مع درمندر او ثلاث افلام، فيلم سوبر هيت اللي هو آجي أج، وفيلمين هيت اللي هو لوها وإنسانية كدشمن، وعنده تقريبا وايد أفلام مع درمندر، قلنا 14 فيلم، عنده وايد أفلام مع متهن، مع جوفيندا أيضا كان عنده كذا فيلم. فشذروغن السنة عنده بس الإشكالية الوحيدة أنه هو ما عمر وما كمل وايد في السينما واتجه للسياسة. هذه أنا هي طبعا حرية شخصية، وأكيد هو فلح في السياسة عشان كذا قاعد فيها فترة طويلة. من عقب يوم رجع للأفلام ما كان مطلوب، رجع في فيلم اسمه آن لو تذكرونه مع أكشي كومار وسنيل شيتي، كان حلو يا أخي، شفنا نحن شذروغن السنة في هذا الفيلم استانسنا، نحن استانسنا وذكرنا طفولتنا. لكن للأسف يعني من بعدها ما حد أخذها، واللي أخذها رام جوبال ورما في فيلم واحد مع فيفيكا أوبراي، هو اللي يتكلم عن سيرة ذاتية عن واحد من رؤساء السياسة في الهند، كان يمثل شذروغن السنة وكان بدون شنب لأول مرة يحلق شنب. بس شذروغن السنة من الأشياء اللي كان هو ما يقدر يضحيها الشنب ماله، فكان في أشياء كثيرة تخلي المخرجين يبتعدون عنه، يا أخي حلق شنبك، لا ما أحلق شنبي، زين أرقص، لا أنا ما أرقص، ما أعرف أرقص عدل ولا أحاول أرقص، لو رقصت ناس تضحك علي، الحوار لازم تعطوني حوار كذي دراماتيكي، لازم يكون عنده حوار، تعرفون أسلوب شذروغن السنة يقول خاموش. وطبعا بنت سوناكشي السنة مثل ما تعرفون هو دعمها بشكل كبير،
وافضل فيلم لسوناكشي سينا عن شادروغان سينا هو فيلمي انا بعد هو مفضل اسمه لوتيرا. هو الفيلم الوحيد اللي انا اشوفه افضل فيلم وافضل دور مثلته سوناكشي سينا فيلم لوتيرا. خاموش اور بول رہی ہے کہ یہ بات ابھی تک چل رہی ہے یہ زندگی یہ جو دلگی امتحان لیتی ہے کیا سچ میں شتروگھن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ ان کی دلگی یا پھر کچھ ہوا تھا کہ دلگی ان کی امتحان لے رہی تھی دلگی دلگی دل کی لگی بن جاتی ہے کئی بار دلگی جو ہے وہ دل کی دل کو لگ جاتی ہے اور پھر اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے کئی بار میرے ساتھ ہی نہیں یہ ابھی ہمارے لبنانی فرینڈ ہیں لبنان کے ان کے ساتھ ہیں ان کی زندگی میں شاید کبھی ہوا لیکن ہاں اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ دل لگی اسی حد تک ہو جس حد تک آپ دل سے نہ لگائیں اس کو اور اگر دل سے لگا لیا ہے تو پھر نبھائیں اس کو صحیح بات ورنہ دل لگی امتحان لیتی بالکل صحیح بات ہے اور دوستی بھی اور دوستی بھی امتحان لیتی دشمنی بھی امتحان لیتی ہے اور بالکل ہر چیز امتحان لیتی ہے ابسلوٹلی دل لگی